طابت أوقاتكم. إلغاء 1021 محطة انتخابية في الداخل والخارج من قبل المفوضية، هل هذه الخطوة اعتراف بوجود خروقات أم هي استجابة لضغوط سياسية برأيك؟ قادر عباس يقول: أعتقد مع وجود خروقات كبيرة في تصويت الخارج، لكن هذا لا يعني أبدا عدم وجود ضغوطات سياسية، فالعملية الانتخابية برمتها شبه كثيرا من الشبهات، ويجب أن يطفئ لهيب فتنة قادمة بأقل الخسائر بإرضاء فلان بمقعد أو اثنان لكي تسير العملية السياسية العرجاء. نعيم كريم: نعم، استجابة لضغوط سياسية مع أنها مستقلة. أغلب الانتخابات في العالم وحتى الدول المتقدمة يكون هناك خروقات في الانتخابات، لكن النواب في البرلمان الحالي بعد خسارتهم سعوا إلى إيجاد وضع مربك، محاولة منهم الطعن بالانتخابات ونزاهتها لإعادة ماء وجوههم أمام الجماهير. وأي تغيرات تجري في النتائج فسوف تتجه البلاد إلى الحرب الأهلية. أبو نور العراقي: المفوضية هي من ارتكبت وساعدت على ارتكاب الخروقات الانتخابية لصالح المتنفذين، لذلك تحاول التغطية على عدم نزاهتها وشفافيتها في الانتخابات وتقوم بإلغاء محطة هنا وأخرى هناك، لكنها لن تؤثر على نتائج الانتخابات إطلاقا. أما في تويتر، علي مشكور طاهر يقول: إن مفوضية الانتخابات الحالية هي أسوأ مفوضية عملت منذ عام 2003 من حيث التخبط في القرارات التي اتخذتها، ولماذا ترفض العد اليدوي بنسبة 10% حتى تبرئ نفسها من التلاعب بنتائج الانتخابات وتسكت الأفواه التي تتكلم لكنها تصر على عدم إجراء العد اليدوي. علي عبيد: إنها انتكاسة، فإن كانت مزورة فكيف اعتمدتها المفوضية؟ وإن كانت استجابة للضغوط فأين الاستقلال في عمل المفوضية؟ إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. أبو سيف السراي: هذا لم يحدث ربما في أي انتخابات في العالم، هذه مهزلة مع الأسف. نحن الذين ذهبنا وصوتنا، ما ذنبنا؟ وكيف تكون ثقتنا في البرلمان القادم؟ إذا كان في السابق فساد، فهذه المرة سيكون الفساد زائد البندقية.